مساء الخير أعزائي، برحب فيكم مجددا على الفراجرنس هوليك لبنان بيروت فراجرنس باشن. بتمنى جميعا تكونوا بصحة جيدة. كل شخص جديد على القناة ما ينسى يعمل سبسكرايب. موضوع حلقتنا اليوم راح يكون عن عطر من دار فيرساتشي، والعطر هو أكيد الأشهر من أن يعرف فيرساتشي بلو جينز فور مان. أوكي، هم مراجعة طلبها مني أحد المتابعين الأوفياء للشانل للقناة بلو فانتوم، بوجه له تحية. أنا كنت رح أعملها المراجعة لأن هذا عطر كتير مميز بالنسبة لي، بس هو كرماله سبقت يعني عملتها قبل الوقت اللي كنت مقرره لها. فبوجه له تحية وبشكره على المتابعة والدعم. هذا العطر تم إصداره عام 1994. أوكي، هو من نوع الأروماتيك فوجير، بس بوقتها كان من نوع الاروماتيك فوجير للشباب يعني. اوكي، اروماتيك فوجير شبابي بوقتها. والعطار هو جون بيير بيتوار اسمه العطار. اوكي، واكيد كان بوقتها توقيع جياني فيرساتشي بعده موجود بال 94. هذا الاصدار اللي معي هو الاصدار الحالي الموجود بتلاقوه بالسوق. معي 2018، انا زوجتي من 2018. أنا قصدت أرجع أشتري هذا العطر ويبقى على طول موجود بمجموعة العطرية، لأن هذا عطر عطر الذكريات، عطر النوستالجيا. أوكي، هلا بحكيكم عنه. البرزنتيشن مثل ما شايفين العلبة كانت وقتها هيك شيء غريب. بتجي تنعش العلبة معدن. أوكي، قديما كان يكتبوا فيرسوس، الاصدارات الاولى كان فيرسوس باي فيرساتشي وبلو جينز. اوكي، كانوا يعتبروها هيدي انه مثل براند اقل شوي من الفيرساتشي، لانه بوقتها كان حتى كمان سعره رخيص، كانت يمكن بحدود $25 بوقتها بالتسعينات. اول ما طلع هذا العطر كان فيرسوس. اوكي، رح احط لكم صوره كيف كان ينكتب. هلا بعدين وصار فيرساتشي مؤخرا بلو جينز. اوكي، اكيد طابع الازرق بتحسه مثل قماش الجينز. هون الاسد. اوكي، قلبة حلوة بالكولكشن، فيكم تستعملوها للاقلام، تحطوا فيها الاقلام على المكتب. قلبة حلوة ومن المعدن يعني. اوكي، القنينة نفس الشكل بعدها، هذا السبراير الطويل. كمان الاسد موجود. اوكي، فيرساتشي بلو جينز. بتيجي الساعة 75 ملي، مش 100 ملي، 75، معناها بتبين كبيرة بس هي 75 ملي. والتركيز اودو تواليت. اوكي، بوقتها ما كان في اودو بارفان. اوكي، والباتش كود بيجي هون على الستيكر. السبراير بس حبيت هيك ارجع بالذكريات 25 سنة لورا. اوكي، اكتر من 25 سنة كمان. الله يا الله، هذا العطر اول مرة استعملته كنت بالسنة قبل الجامعة، يعني بالثانوي الاول. اوكي، بهذا بلشت استعمل هذا العطر. واول زجاجة اجتني هدية، حدا مسافر على ايطاليا كمان وجاب لي هدية معه، مثل الفيرساتشي اللون القديم. كمان اجتني اول زجاجة هدية من ايطاليا. فكان هذا العطر بعد ما كش كتير معروف بلبنان، وكنت انا شايف حالي انه انا استعملته اول شيء، وكله يسألوني شو هالعطر الحلو اللي حاطه بالمدرسة. يعني كنا الصبايا كانوا يندوخوا في هذا العطر بوقتها. اوكي، هذه فترة هلا رح هيك حط لكم كم صورة كيف كان منظري بهالفترة. هيك رح مرق لكم كم صورة. فهيدا عطر فعلا عطر ذكريات كتير بالنسبة لإلي. كنت حبه هيدا العطر، يمكن مستعمل منه 4 أو 5 زجاجات، وحبيت اقتنيه بمجموعة العطرية كعطر نوستالجيا، وبعدني بحبه لهلا وايام بستعمله، بحب استعمله ما في مشكلة. اوكي، قلنا هيدا من نوع الاروماتيك فوجير، افتتاحية حمضيات يعني الليمون البرجموت كل هالحمضيات. عنا توت العرعر،
شو عندنا اليانسون الأنيس، اليانسون واضح في هذا العذر، نقطة اليانسون، خشب الورد البرازيلي والحبق البيزل كمان، البيزل واليانسون فعلا واضحين بهذا العطر. بيرجع أكيد عندنا بالأروماتيك فوجير في الخزامة، هي يعني النقطة، النقطات الأساسية، الورد، القرنفل، الهيليوتروب، زهرة الهيليوتروب كمان هي زهرة موجودة بلبنان بالشرق الأوسط، عندنا الياسمين، الجيرانيوم اللي هي إبرة الراعي، المريمية، يعني جرين صرنا فتنا بالأعشاب هون، الخزامة والمريمية، عندنا الفير، أوكي هذا بيعطيه هيك طابع صنوبري، والزنبق الوادي ليلي أوف ذا فالي، وبالقاعدة بصير عندنا الفانيلا والتونكا، أوكي بس الفانيلا والتونكا الأولد ستايل مش هلأ موجودين، مش الفانيلا الموجودة هلأ، خشب الصندل، الساوسن الايرس، بس اكيد ما تروح تفكيركم على ديور اوم انتونس، الساوسن مش هيك مشغول بغير طريقة، مسك العنبر، خشب الارز واضح، الفيتيفر كمان موجود، والباتشولي. اوكي شوفوا مالها خلطة، شوفوا النوتات اللي فترة عم بعدها ما عم تخلص، اوكي ففوجير يعني خلطة، اوكي خلطة كتير كبيرة. هذا العطر فعلا قلت لكم عطر ذكريات، يعني ما هلا عن جد رجعني 30 سنة لورا هذا العطر بس شميته، فعلا العطر هو بحرك الأحاسيس والذكريات فعلا، يعني ما مش مزحة القصة، شفت هلا بقطع قدامي كتير قصص ذكريات كتير حلوة بفترة المدرسة بالصفوف الثانوية، يعني الثانوي الأول والثاني والثالث ثانوي، يعني وقتها قبل ما آخر 3 سنين قبل ما ننتقل على الجامعة، فعلا كانوا من أحلى سنين بحياتي وذكريات كانوا مع هذا العطر. أوكي بالنسبة لأدائه هذا العطر لهلا بعده أدائه مقبول جدا، أكيد اتعرض لإعادة إصدار الفورميليشن، بعده لهلا بيعطيني 5 6 ساعات جيدين جدا بيكونوا، وفواحين اول ساعة ونص لساعتين كمان الكل بلاحظوكم، فواحين قوي اول ساعة لحديت اول ساعتين، وبعده بيجيب اطراءات لانه العالم بتفكره عطر جديد، هذا الجيل الجديد ما شمه هيك عطور. اوكي هلا جيل الانفيكتوس هذا بسميه انا، فهاي العطور رح يلاقوها فكروها شي جديد يعني غريب عليهم، ورح يحبوها، يعني انا ايام بتسأل عنه هذا العطر من اشخاص مش شمينه بحياتهم ما بيعرفوا فيه ولا شايفينه. اوكي فبعده جيد بهالموضوع. بالنسبة للفصول انا بستعمله كل ايام السنة، شتاء ربيع صيف وخريف ما في اي مشكل، بستعمله كل ايام السنة، بس اكيد بشهر اب وقت تكون الحرارة 35 ما بستعمله، يعني عندي كتير عطور تاني بستعملها، قصص الاكواتيك السترس اروهول، القصص الفريش اكتر بستعملهم، بتحاشى بس شهر اب بس، اما بقية السنة ما عندي مشكل بستعمله القطر كل ايام السنة. اوكي سعره بعده تقريبا بين 25 و30 دولار مثل ما كان من 30 سنة، انا كنت وقتها كنت اشتريه كان حقه 25 دولار، وبعده لهلا بتلاقوه ب 25 30 27، يعني هذا بيتراوح سعره بهالمعدل. اوكي هذا هو فيرساتشي بلو جينز، فعلا عطر من فيرساتشي محافظ على جماله، وبعده عطر الذكريات بعتبره، وعطول رح يضل موجود عندي بمجموعتي العطرية. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تتابعوني، تعملوا سبسكرايب، ونشوفكم بفيديوهات جديدة.